كان مرتد يعني مغلق، ومنها من سمى اسم رتاج. رتاج يعني ايش؟ الموصد والمغلق. والإنسان ينبغي أن يتخير لأولاده أسماء طيبة، ينبغي أن يتخير لأولاده أسماء طيبة. نعم، كلمة رتاج معناها الموصد أو المغلق، والباب المرتج هو الباب الموصد والباب المغلق. نعم، مرتجا يعني موصدا مغلقا. نعم، وما أوتي من أتى ومنها ارتج عليه الآية، يعني ايش حصل له فيها؟ وهم. هو يقرأ ارتجت عليه الآية، يعني ايش ارتجت عليه؟ يعني أخطأ فيها، يعني أغلقت عليه، ما عاد ايش؟ أن يتذكرها إلا أن يفتح ايش؟ أن يفتح عليه. نعم.